أبدأ من بيروت رمضان، إذا مزيد من التفاصيل حول آخر الاستهدافات خاصة فيما يتعلق بالغارات التي شنتها طائرات جيش الاحتلال خلال الليل للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. إليك رمضان. نعم، كانت ليلة في الضاحية الجنوبية هي ليلة دامية جراء هذه الاستهدافات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه الغارات، الذي جاء بعضها بدون تحذير والبعض الآخر حتى على رغم التحذير كان التحذير هناك. الوقت لم يكن مسعفا للإخلاء لهذه المباني السكنية المكتظة بالسكان في الضاحية الجنوبية. الأحياء التي تعرضت لهذا القصف طيلة الليلة الماضية، عدد كبير من الأحياء التي حذر فيها جيش الاحتلال لقصفها، سواء حي الليلكي وحارة حريك وبرج البراجنة، هذه الأحياء وغيرها من الأحياء قصفت لأكثر من مرة خلال الأيام الماضية. وهذه القصف الذي استهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي هي مباني سكنية مدنية. هذا الارتفاع الكبير في عدد الضحايا وعدد الشهداء في الضاحية الجنوبية يأتي لهذه الغارات الجوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونظرا للكثافة السكانية الكبيرة لهذه المنطقة وكذلك وقت التحذير القليل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يدفع عدد كبير سواء من المواطنين الذين لازالوا متواجدين حتى هذه اللحظة في الضاحية الجنوبية، وسواء عدد كبير منهم فر ونزح باتجاه العاصمة بيروت، إلا أن هناك ما زال مئات الآلاف يعيشون في الضاحية الجنوبية بالتحريك الذي يتم عبر هذه الإنذارات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. لكن هذه الاستهدافات الأخيرة في الليلة الماضية، وهذه الاستهدافات يتم تكثيفها في ساعات الليل وفي الظلام الدامس الذي تقع فيه الضاحية الجنوبية جراء نزوح أيضا عدد كبير من النازحين، ويبقى أيضا عدد كبير من قاطني هذه البناية. أيضا لم تكن العاصمة اللبنانية بيروت ببعيد من أيدي الاحتلال الإسرائيلي وغارته. أيضا آخر هذه الاستهدافات كان في حي البشورة، هذا الحي الذي يبعد، هذه المنطقة التي تبعد عن حي عن منطقة عن مبنى مجلس الوزراء اللبناني قرابة 10 دقائق. إذن نحن نتحدث عن عمق جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة بيروت بهذا الاستهداف في منطقة البشورة. وهذا الاستهداف استهدف أيضا إحدى الجمعيات الخاصة بالرعاية الصحية لحزب الله، ولكن حتى هذه اللحظة عدد الشهداء وكذلك أيضا المادة التي استخدمت والصواريخ التي استخدمت في هذه الغارة هي شديدة الانفجار بشكل كبير، يعني نتحدث عن قرابة 14 جريحا حتى هذه اللحظة وتسع شهداء. ولكن الحالة التي تم استهداف فيها هذا المركز الصحي حتى هذه اللحظة كان هناك عدد كبير من أشلاء هذه الشهداء في مختلف المنطقة وفي محيط هذا المنطقة، وهذا ما شاهدناه للمرة الأولى خلال هذه الاستهدافات هنا في العاصمة بيروت، بخلاف الاستهداف الذي كان في منطقة الجناح أو الاستهداف الذي أيضا كان في منطقة الكولا. هذا الاستهداف في البشورة كان ربما باستخدام نوعية خاصة من الصواريخ، لأن الأشلاء تطايرت من الطابق الثاني في محيط هذه البناية إلى عشرات الأمتار، واستغرقت عملية البحث عن هذه الأشلاء ربما عدد كبير من الساعات. الوضع الآخر أيضا بالنسبة للعاصمة بيروت وهو الجانب الخاص بالنازحين هنا في بيروت، وعلى الرغم مما تفعله الحكومة اللبنانية من جراء خطط الطوارئ، ولكن الوضع أكثر وأصعب بذلك بكثير. نتحدث عن هذا الرقم الذي يكبر يوما بعد آخر، نتحدث عن آخر هذه الإحصاءات الرسمية 1,200,000 نازح. هذا الرقم الذي جاء في وقت واحد وبدأ يزيد في الأيام الماضية وما زال يزداد حتى هذه اللحظة، دعا الحكومة اللبنانية إلى إطلاق نداء استغاثة على المستوى الدولي لجمع أكبر دمع للبنان، وكذلك يعني محادثة الأطراف المعنية لجمع العديد من الدعم للبنانيين. هذا الرقم الذي وضعته الحكومة اللبنانية خلال الثلاثة أشهر القادمة يتحدث عن 427 مليون يورو. حتى هذه اللحظة تم يعني قرابة الوعود التي جاءت للحكومة اللبنانية قرابة 100 مليون دولار حتى هذه اللحظة، وفي أيضا بعض المساعدات الأخرى التي جاءت عبر الدول العربية وبعض الدول الأوروبية وكذلك الصين، سواء من الدعم العيني والدعم المادي قرابة 3 ملايين يورو.
ونصف المليون يورو، ولكن أيضا تبقى مراكز النزوح حتى هذه اللحظة لم تستوعب كافة هذه الأعداد التي تتوالى على العاصمة بيروت، ولكن أيضا رغم هذه التجهيزات التي تحدث في مختلف هذه مراكز الإيواء المختلفة التي وصل عددها إلى قرابة 850 مركز نزوح. نعم. وأيضا تبحث الحكومة اللبنانية أيضا فتح المزيد من مراكز الإيواء حتى هذه اللحظة لاستيعاب هذه الأعداد الكبيرة مع المعضلة الخاصة بتجهيزها سواء على مستوى أدوات المعيشة أو تجهيز وجبات الطعام أو الأدوات الشخصية أو الفرق الطبية وغيرها.